تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم الحفل الختامي لموسم ناصر بن حمد للموروث البحري في نسخته الثانية بمتحف البحرين الوطني، والذي نظمته لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية البحرينية. ولدى وصول جلالة الملك المفدى إلى موقع الحفل كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المنظمة للموروث البحري. وقد بدأ الحفل بعزف السلام الملكي، وبعدها تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الشيخ علي صلاح عمر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس
الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأسست لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية بفكرة سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبدعم من جلالتكم أيدكم الله، ومتابعة سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، وهي اليوم تخدم جميع شرائح المجتمع من مواطني مملكة البحرين، ويمثل الموروث البحري والموروث البري وموروث الريف البحريني بجميع طوائفه. وأقامت اللجنة على مدار العام 37 فعالية على مدى 130 يوما، وكان عدد المشتركين 12,080. ولقد كانت لتلك الفعاليات أطيب الأثر في البحرينيين الذين مثلوا مملكة البحرين خير تمثيل في المناسبات الخليجية. إن هذا الدعم الملكي يمنح اللجنة وجميع منتسبيها الدافع الأكبر لبذل المزيد من الجهد لأجل تنظيم رياضات الموروث الشعبي وإظهار إرث مملكة البحرين العريق بصورة مشرفة. والآن أستأذن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بانطلاق كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للعموم مسافة 2 كيلومتر. سيدي حضرة صاحب الجلالة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، المشاهدين الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا والله نعم اليوم المشهود، اليوم الختامي لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري. نبتدي بسم الله وعلى بركة الله شوط العموم على كأس سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لمسافة 2 كيلومتر، 5 أشواط تأهيلية في سباقات التجديف الشعبي، وها هم أبطال مملكة البحرين هنا في شوط العموم على كأس سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. المسافات متقاربة على مرء الجميع، وهناك أيضا معلومة قدمتها لي اللجنة المنظمة للبطولة، في هذه النسخة تم كسر تيم السباق والنسخة الأولى من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث الشعبي. رقم 8 أيضا عبد الرزاق عبد الله السقاي، واسم الفريق البلا ما شاء الله لا إله إلا الله. هذه المسافات متقاربة على كأس سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، شوط العموم 2 كيلومتر في اليوم الختام. وأكيد السكوني له دور في توجيه الأبطال. إذن المسافات متقاربة بين المشاركين على هذا الشوط متابعينا الكرام. السرعة قبل قليل كانت 12.5 كيلومتر، وأكيد بتزيد في الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة في مملكة العزة والمعزة مملكة البحرين. هنا تبردان من دانات الخليج مملكة البحرين، وهذا الإرث والتاريخ الكبير
رقم 11 متابعينا الكرام، الزلزال حمد بن علي الدوسري في المقدمة. ما شاء الله لا إله إلا الله، نتمنى لكم الخير والتوفيق. التكتيك واضح، التكتيك حق أصحاب الخبرة، التكتيك حق أصحاب الخبرة إذا ما خانتني الذاكرة. على النظر يا متابعينا الكرام، الطويلة الطويلة تلعب دور طويلة. هذه أربع فرق متابعينا الكرام والمسافات متقاربة بينهم. رقم 11، رقم 11 في المقدمة متابعينا الكرام، كاسر الأمواج. إذن متابعينا الكرام، رقم 11 الزلزال حمد بن علي الدوسري في المركز الأول. الفريق الزلزال، الفريق الثاني، الفريق الثاني رقم 3 السيل. السيل ألف ألف مبروك، أرفع بيرق العزة بلولينا، بياض القلب وأحمر دمه للوقفات. إذن نتائج السباق الأول، وهو كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للعموم، مسافة 2 كيلومتر. المركز الأول فريق الزلزال، المركز الثاني السيل، والمركز الثالث البارح. المركز الأول زلزال، المركز الثاني السيل، والمركز الثالث فريق البارح. إذن على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. شوط الإثارة، شوط الإبداع، شوط الإمتاع، شوط السرعة متابع. البداية حماسية، البداية حماسية. شوط النخبة بمشاركة أبناء مملكة البحرين وأبناء سلطنة عمان وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. وهناك أيضا على يميني، يميني في الشاشة متابعين الكرام، علم دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة ثلاثة فرق، وادي حام والطيار والزعابي. وادي حام رقم القارب 17، والطيار رقم القارب 16، والزعابي رقم القارب 9. شوط النخبة على كأس سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. ستة فرق بحرينية، خمسة فرق خليجية. إذا المتابعين الكرام، ما زال سموم في المركز الأول وسرعته 14.5 كيلو متر في الساعة. من الخير لجميع المشاركين الكرام، السكون يوجه، تكتيك واضح. فريق عمان بقيادة النوخذة حمد بن سالم البحري، لكن في المقدمة أبناء مملكة البحرين. هنا في شوط النخبة، شوط النخبة، سباق النخبة، سباقات التجديف الشعبي على كأس سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. رقم 5 نعم شناص، شناص متابعين الكرام ينافس، ينافس على المراكز الأولى متابعين الكرام. علم مملكة البحرين وعلم سلطنة عمان وأبناء مملكة البحرين وأبناء سلطنة عمان، الناموس والمركز الأول هو مصافحة سيدي صاحب الجلالة بحضور أصحاب السعادة، حضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة. هنا الصورة تنقل لنا، هناك نعم، هناك على اليمين نعم، مسافات متقاربة وما بين عمان، وهناك أيضا رقم 22 في المقدمة، سمو في المقدمة متابعين الكرام، حقق المركز الأول في كأس سباق، نعم سباق كأس دبي لقوارب التجديف المحلية. إعصار تقدم متابعين الكرام بمسافة قريبة، ولكن المنافسة هنا مشتدة. لاحظ الصورة، سلطنة عمان، شناص وعمان، ولكن المقدمة الزعامة مالها إلا أهل الزعامة، الزعامة مالها إلا أهل الزعامة. شوط النخبة على كأس سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يقترب إلى سموم، يقترب إلى سموم، يقترب إلى سموم. 22 14.9 كيلومتر، محافظ على هذه السرعة. نعم جدف على التكتيك، جدف على تكتيك الطويلة، وارفع علم البحرين والزعامة مالها أهل الزعامة بحضور سيدي حضرة صاحب الجلالة وبحضور سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. اي نعم، هنا الزعامة مالها أهل الزعامة، حققها في دبي وهنا في مملكة البحرين. المنافسة ما بين الثاني والثالث والرابع، ما بين شناص، يستاهلون، يستاهلون الناموس لفريق سموم الناموس، والله تستاهلون هذا الحضور المشرف بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة وحضور سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. فريق سموم، ما الزعامة مالها إلا أهل الزعامة، الزعامة مالها إلا أهل الزعامة. ألف مبروك والناموس، ومشاركة جميلة، خليجية، عمانية، إماراتية، بحرينية، ألف مبروك. ثم قام جلالة الملك المفدى بجولة اطلع خلالها على أعمال الحرفيين ومنتجاتهم، والتي تضمنت عددا من الصناعات التراثية المرتبطة بالبحر، كما شهد جلالته مجموعة من اللؤلؤ البحريني.
بعد ذلك تشرف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة. تقديم هدية تذكارية لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تقديرا وعرفانا على هذه الكلمات والوقفات الأصيلة لجلالته. ونبدأ الآن مراسم تكريم الفرق. ثم تفضل جلالة العاهل المفدى بتكريم فريق سموم من مملكة البحرين الفائز بالمركز الأول في سباق التجديف الشعبي للنخبة، حيث حقق كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمسافة 3 كيلومترات، حيث أعرب قائد الفريق عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك المفدى ولسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على هذه الرعاية والتشجيع الذي يحظى به الموروث الشعبي، فيما حقق المركز الثاني فريق إشناص من سلطنة عمان الشقيقة، والمركز الثالث فريق الإعصار من مملكة البحرين، وفاز بكأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للعموم مسافة 2 كيلومترين فريق الزلزال الذي حقق المركز الأول، وفي المركز الثاني القارب رقم 3 السيل، وفي المركز الثالث القارب 19 البارح. إذن الفريق صاحب المركز الثالث، والآن صاحب المركز الثاني. سيدي حضرة صاحب الجلالة، بعدها مر أمام المنصة الرئيسية 120 قاربا، حيث حيوا جلالة الملك بهذه المناسبة، وقد بادلهم جلالته التحية، وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة حفظه الله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على النجاح الكبير الذي يواصل موسم ناصر بن حمد للموروث البحري تحقيقه للعام الثاني على التوالي، معربا جلالته عن شكره وتقديره لسموه واعتزازه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها لإحياء التراث الوطني الأصيل من خلال إقامة مثل هذه المسابقات البحرية التراثية وتشجيع شباب المملكة على المشاركة فيها بهدف ترسيخ الهوية البحرينية وإحياء تراث الآباء والأجداد والحرف التي أتقنوها. ونوه جلالة الملك المفدى بالإقبال الواسع والمشاركة الكبيرة التي حظيت بها المنافسات من قبل الشباب البحريني ومحبي التراث في موسم هذا العام، والذي عكس حرصهم على التمسك بعاداتهم الأصيلة والمحافظة على الموروث الشعبي والمهن العريقة التي اشتهر بها أهل البحرين منذ القدم وتوارثوها جيلا بعد جيل. وهنأ جلالته الفائزين وجميع المشاركين في مختلف المنافسات، معربا عن تقديره لجهود منظميها والقائمين عليها، ومتمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. وأكد جلالة الملك المفدى تشجيعه ودعمه لكل الجهود والمساعي النبيلة التي تهدف إلى رعاية مختلف الرياضات التراثية ووضع الخطط والبرامج للمحافظة عليها وتطويرها وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة فيها. ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بعد تفضل جلالته برعاية ختام موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته الثانية، مؤكدا سموه أن هذه الرعاية الملكية السامية تدل على الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك المفدى أيده الله لرياضات الموروث الشعبي باعتبارها إرثا تاريخيا عريقا. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رياضات الموروث الشعبي تعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من حضارة، مشيرا سموه إلى أن هناك رؤية شاملة تهدف لتطوير هذه الرياضات التراثية والارتقاء فيها
وزيادة قاعدة ممارسيها للحفاظ على الموروث الوطني الأصيل. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود التي تبذلها رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية البحرينية برئاسة السيد خليفة بن عبد الله القعود، مشيدا سموه بالعملية التنظيمية لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري، والتي ساهمت في إنجاح المنافسات المختلفة التي استمرت لثلاثة أشهر. كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفائزين في مختلف مسابقات موسم الموروث البحري، منوها سموه بالمستوى والأداء التنافسي لجميع المشاركين. وحضر السباق كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهم سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد الهيان، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي السيد زكي نسيبة وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة مريم عيد المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد أو سعادة السيدة ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة والطفل دبي، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة وكبار المسؤولون وعدد من المدعوين.